بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نعمة وبركة وسلام ليكم جميعا من القدوس الحق. أنا شفت المسيح 5 مرات في حياتي وحكيت لكم ال5 مرات في الأجزاء اللي فاتت، بس الموضوع ما انتهاش لحد كده، لأ ده فيه ليه تكملة جميلة قوي مع القديسين ومع روح الله القدوس. المرة اللي فاتت احنا وقفنا قدام 7 أرواح الله. في بعض الآباء قالوا إن 7 أرواح الله دول رؤساء الملائكة، وزي ما قلناهم المرة اللي فاتت. في مجموعة تانية من الآباء قالوا لأ، روح الله الذي له 7 أرواح الله دي الروح القدس. الموضوع مش بعيد قوي، اسمحوا لي هقول تأمل بصفة شخصية وبقول تاني بصفة شخصية، وهجمع لكم ما بين الروح القدس وال7 رؤساء الملائكة، لأن إحنا رؤساء الملائكة وكلنا بناخد من روح الله القدس، فأنا هحطهم قدام بعض. روح الله، روح السيد الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. نحط قدامهم رؤساء الملائكة، هنلاقي الملاك ميخائيل بيقول من مثل الله إله عظيم، فهو واخد من روح السيد الرب. الله صخرتي وخلاصي، ده الملاك سوريال، لأنه الحكمة والفهم هي المسيح، والمسيح هو الصخرة وهو حجر الزاوية بين السمائيين والأرضيين في كل الأحوال، وبين السمائي هو حجر الزاوية في كل حاجة. فالمسيح كمان، المسيح هو الشافي، أي روح المسيح وشفاء الله الملاك رفائيل. روح المشورة والقوة، هتلاقوا جبريل اسمه قوة الله، وقوة الله في نعمته، روح النعمة اللي بتعطي المواهب والعطايا، شركة موهبة وعطية الروح القدس. في روح الحق المعزي، وهو روح البر والعدل. روح المعرفة ومخافة الرب، بيمثلها الكاروبيم اللي هم الممتلئون أعينا، اللي بيمثلوا معرفة الله، فهم بياخدوا من روح المعرفة. المهم الروح القدس هي روح الحياة لكل كائن موجود. فالروح القدس بيعطي رؤساء الملائكة، فهم بياخدوا من صفاته لأن هم واقفين قدامه، فهم الكواكب التي تضيء وتخدم. وبتاخد منين؟ ما بتاخد من روح الله القدس. إحنا نفسنا لما بناخد الروح القدس جوانا، هتلاقينا بنقول من مثلك يا رب، أنت صخرتي وأنت خلاصي، أنت قوتي، أنت معرفتي، افتح لي أبواب المعرفة، عايز أعرفك أكتر وأكتر. هتعلم العدل، هتعلم البر، هتعلم كل حاجة فيه. بينا على سفر يشوع. سفر يشوع في آية جميلة قوي بتقول تقدسوا لأن الرب يعمل غدا في وسطكم عجائبه. خدوا بالكم ابتداء من هنا احنا هندخل على الكنيسة، يعني الكنيسة القبل الأخيرة اللي هي رقم 6، وخدوا بالكم من الألوان اللي هتنزل، لأن من هنا بيبدأ في اندماج ما بين كل الكنائس، هتظهر شوية شوية. فكل ما هكلمك عن جزء في كنيسة هتبص تلاقيني بنزل لك اللون قدامك بتاع الحجر الكريم بتاع الكنيسة دي. في سفر يشوع الشعب أول بلد وقفوا قدامها كان اسمها أريحة، وأريحة دي معناها مدينة القمر. أريحة أول مدينة حصينة بتواجه الشعب القادم للتمتع بالميراث. وإحنا سمعنا عن أريحة، سمعنا عن السمير الصالح في العهد الجديد اللي حصل، اللي هو شفى الجروح في أريحة وأعاد النظر لـ2 من العمي، ودول بيمثلوا رجال العالم الموجودين النهاردة اللي هما فيها جواهم عمل جهل وحب العالم وعمل ألانية والذات. معركة أريحة بكونها معركة ضد الشر هيكون ميدانها جوه القلب، لأن من القلب بتخرج أفكار شريرة، قتل وزنا وفسق وسرقة وشهادة زور، لأن القلب نجس. لازم ناخد بالنا من النقطة دي. فحربي الأساسية هي جوايا قبل ما أخرج أحارب أي حتة تانية، لو قدرت عليها كان بها. لكن ناخد بالنا أريحة كانت مدينة مقفلة بسبب بني إسرائيل، ما حدش كان بيدخل ولا يخرج منها، لأنها بتمثل الإنسان المنغلق على ذاته اللي مش عايز يفتح قلبه بالأخذ والعطاء، لأنه مش عارف يحب ومش عارف، هو منعدم من الحب. لكن الإنسان اللي بيمشي مع المسيح قلبه بيوسع، بيتفتح للناس، بيعيش بفكر منفتح
يفتح أعماقه لكل إنسان بس بحكمة إلهية، وبيخرج من قلبه كل محبة لأنه شبعان بربنا. فالإنسان اللي بيبقى شبعان بربنا بيقدر يقدم هذا الإله المشبع للآخرين. استخدم ربنا طريقة فريدة في الحرب ضد في أريحة، وأراد الله أن يعلن بطريقة ملموسة أن الحرب والنصرة فهي له وحده، والسلاح الحقيقي والجوهري بتاعنا إحنا هو الإيمان. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طيف حولها 7 أيام. الدوران يشير للدخول للأبدية بكونها بتمثل دايرة، يعني ملهاش بداية ولا نهاية، عشان كده دايما بنمثل الحياة الأبدية بالدايرة. وبعدين الدايرة زي ما قلتلكم ان احنا بندخل على قطر الدايرة على ابواب الحياة الأبدية، وبعدين بنتقدم فيها شوية شوية. الأبدية ولا الحياة مع المسيح الأبدي هو طريق الغلبة والنصرة الداخلية، خلالها يبتلع الزمن المائت من أمامها، تهرب كل أوهام العالم الشرير والمجد الباطل. حقا إن دخلنا للسماء وإحنا لسه على الأرض يا ولاد، ده بيرفعنا فوق كل ضعف بشري، وبيقلع من جوانا جذور الشر الدفينة اللي مستخبية. الدوران مرة كان كل يوم خلال 6 أيام الأولى، ده بيشير للعمل الدائم في كل أوقات الأسبوع، أيام الأسبوع. 7 مرات في اليوم معناه أنه في يوم الراحة اليوم السابع بنعمل لحساب الرب مضاعف ونجاهد جهاد كامل. رقم 7 يشير إلى الكمال، بهذا الجهاد يتحقق حفظ السبت روحيا، أي الراحة في يوم الرب. وخدوا بالكم احنا لما قلنا ان الحياة الروحية عبارة عن الدرجات الروحية 7، واحنا عمالين بنلف حوالين الكنايس 7، بس احنا بنلف حوالين الكنايس 7 لفة كل مرة، هنيجي في الكنيسة 7 وهنلف 7 لفات، ببساطة كده. يعني اليوم السابع هي الدرجات، يعني اليوم السابع حقا هو يوم الرب، أي يوم الراحة فيه، ليس يوم تراخي أو كسل، إنما يوم جهاد مستمر بالنعمة المجانية العاملة فينا اللي بتهدم كل حصون الشيطان اللي جوانا وبتصلب فينا الأنا والذات، ويملك يشعنا الحقيقي جوانا ويستريح جوه قلبنا اللي هو عرشه، وإحنا كمان بنستريح فيه، لا يكون للخطية سلطان علينا. بصوا كده هجيب لكم أقوال الآباء اللي بتفهمنا يعني إيه اليوم السابع والمرحلة 7. القديس يوحنا ذهبي الفم بيقول السبت قد قصر هنا حرفيا ولكنه حفظ روحيا، استزايد العمل جدا فتزايدت النصرة أكثر من كل يوم تاني، وهو ده يوم الرب أو بنسميه يوم الراحة. هجيب لكم أقوال الآباء التانيين. القديس أغسطينوس، من لا يخطئ فهذا بحق يحفظ السبت. قديس إكليموندوس، إننا نتمسك بالسبت الروحي حتى مجيء المخلص إذ استرحنا من الخطية. قديس جيروم، لم يكن يشعل اليهود نار في يوم السبت، لكن إحنا على العكس، نحن في يوم السبت نشعل نار الروح القدس ونحرق كل رذيلة وخطية. العلامة أوريجانيوس عن مفهوم يوم الرب، الإنسان الكامل هو ذاك الذي ينشغل دوما بكلمات الرب وأعماله وأفكاره، يعني تشغل نفسك بهذا، يحيا في أيام الرب على الدوام وتصير كل أيامه أيام للرب. كان بالحق يوما للرب لما داروا حوالين أريحة 7 مرات، ضربوا بالأبواق، هتفوا هتاف للرب، تحطمت قوى الشر والسلطان عشان يملك يشوع يسوعنا ويملك كل أولاده معه. الضرب بالأبواق هي كلمة ربنا. خدوا بالكم أنا هنا غيرت اللون، يعني كنا في الفيولي رجعنا للأزرق، لأن احنا هنا قدام كلمة ربنا، يعني السيف الماضي ذو الحدين، وهي التعليم السامية اللي بيقوم بها الكهنة والرسل. صوت البوق للخطاة يهز القلوب ويوبخها، وصوت البوق يشجع السهارة على صنع الخير. في المعركة لما بيسمع صوت البوق الجندي الخايف بيرتعب، لكن الجندي الشجاع يلتهب. بوق الكاهن يهين فكر الخاطي،
لكن يشجع روح البار. البوق يبدد فعل الخطاة ويثبت عمل الأبرار. كلمة ربنا هو ده عملها، وها هم دول الضاربين بالبوق. عايزة أقول لكم خدوا بالكم قوي من ترتيب المسيرة اللي هتلف حوالين أريحة. واحد اللي بيمشوا في الأول مش الكهنة، هم الجنود المتجردين ومعاهم أسلحتهم. المتجردين يعني اللي تنازلوا عن كل حاجة في حياتهم، ممكن يكونوا من مجموعة الرهبان، بس على فكرة مش كل الرهبان برضو متجردين، وشالوا أسلحة الروح اللي احنا قلنا عليها في الأجزاء اللي فاتت. اللي بعديهم حامل البوق، يعني حامل الكلمة، اللي هما الرسل، الكهنة، وكل من يعز ويحمل بوق المسيح ويرفعه عليا. اللي بعديهم هما حامل التابوت العهد، وهما دول الكهنة، لأن ما بيحملش التابوت غير الكهنة. الشعب رقم 4، الذي يعرف الهتاف، وبعدين كلهم بيتجمعوا ويهتفوا هتاف واحد. هاخدكم دلوقتي وهدخل على الكنائس، الكنيسة بتاعتنا النهاردة، وهوريكم الهتاف ده جاي ازاي، بس كمان شوية. هتاف الشعب يعني ايه؟ كلمة هتاف بمعنى صيحات الفرح. الفرح يعني وحدة القلب مع النفس مع الروح، لأن حصلت بينهم مصالحة، فأحتف أنا بكاملي، تحصل بينا وحدة. التهليل وسط دموع التوبة وأتعاب الجهاد. لما داروا حول أريحة 7 مرات أرهقوا الجسد وصاروا كمان في حكم الموت، عاجزين تماما لا عن الحرب بس ولا حتى عن السير على الأقدام. وهذا يشير إلى الدوران إلى الحياة الأبدية. نقول بأن موتهم قد ابتلع إلى غلبة، فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة ابتلع الموت إلى غلبة. العلامة أورجانس اللي بيوصل ما بين أبواق الشعب جوه النفس، يرى يشوع الحقيقي يدخل النفس لكي يقتحمها مملكة ليه، محطما كل أسوار أريحة الداخلية. ندرب بالأبواق يعني نسبح بالمزامير والتسابيح والأغاني الروحية. ندرب بأبواق أسرار الناموس ورموز الأنبياء وتعليم الرسل اللي هيعملوا مع بعض بانسجام جوه نفسي. هذه جميعا تفجر في داخلي الشعب يهتف هتاف عظيم، فتهتف أفكارنا وعواطفنا وروحنا وكل ما بداخلنا بفرح، ولا يكون فيها دنس أو غش أو كذب. يهتف ما فينا بروح متناسق ومتكامل، فنقول أما أنا فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم، عشان أقدر أعيش أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فتتشال الأنا. يهتف الشعب اللي جوايا، الجسد المنضبط والمقدس والطاهر مع النفس المقدسة افتقدتها، والأحاسيس والعواطف والمواهب والشبعانة بالمسيح والروح المنورة والمستقيمة، يعملوا جميعا بروح الوحدة تحت قيادة الروح القدس، تحت قيادة الروح القدس بفرح حقيقي يملك فيه ربنا يسوع المسيح في محبة أخوية بينهم، انسجام وتناغم. المحبة الأخوية جوايا اللي أصبحت جوايا بانسجام وتناغم، خلاص القيادة أصبحت لقيادة الروح القدس، يعني جسدي ونفسي وروحي اتسلموا لقيادة الروح القدس، وسقطت أسوار أريحة كل خطية جوايا وكل أنا وكل ذات. تعالوا هوريكم الكنيسة قد إيه منسجمة مع سفر يشوع. كنيستنا النهاردة فيلادلفيا المحبة الأخوية. قدام يوسف يزيد وينمو غصن شجرة مثمرة، بس الغصن الشجرة المثمرة ده مطعم في الكرمة، دخل جوه الكرمة وهو المسيح، فبياخد من المسيح. يهوذا هو الحمد والاعتراف والتسبيح والشكر، بيهتف جواه بتسبيح وشكر لهذا الإله العظيم، عشان كنيستك تبقى كنيسة خالدة. الهتاف، التسبيح، الشكر، الاعتراف.
هذا يقوله القدوس الحق. قدوس بتعني لغويا اللا أرضي، السماوي المرتفع المتسامي عن الأرضيات. القدوس الحق اللي بيقف السمائيين قدامه يتأملوا في عظمته وقدرته وقوته وجبروته ومحبته ومجده، فبيفرحوا بيه وبيسبحوه قائلين قدوس قدوس قدوس. وتسبيحتهم دي بتشغل قلوبهم بنار وبتشعل قلوبهم بنار محبته والقدسته. انظر للسماء وتأمل المسيح القدوس كما يفعل الملائكة، سبح معاهم وقول قدوس، فيفتح الله عينيك وهتشوف المسيح اللي بيفتح ولا أحد يغلق، هتشوف الحق، هتشوف روح الحق اللي عنده، هتشوفها وبأكد لك فلا تيأس. يلا بينا على السماء هنشوف المسيح بيقدم نفسه إيه. الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد يغلق. داود فتح أورشليم وجعلها عاصمة ملكه، وجعل عرشه فيها ونظم فيها عبادة الله. المفتاح اللي حمله المسيح على كتفه وهو الصليب، وبيه فتح قلوبنا اللي استعبدت لخطايا إبليس، وجعل المسيح عرشه جوانا. وبنفس المفهوم اتنبأ أشعياء وقال إنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه. هنذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلقه. الله يفتح لمن له غيرة مقدسة وقلب مليان بثقة وإيمان ويصلي بلجاجة، لأن لك قوة يسيرة. لكن وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي. كل مصابرة مهما كانت بسيطة الله ما بيتجاهلهاش وما بينسهاش، وبيفتح لك كل الأبواب ليك. يمكن الباب المفتوح ده يكون باب الخدمة، يمكن يكون كان ليك قوة يسيرة في الخدمة وفي الكرازة، فالله يهب قوة للخدمة، غير ناسي ان هو حفظ كلمته ومأنكرش اسمه. الله قادر ان يفتح قلوب المعاندين ويضع عرشه فيها، يفتح امام اولاده باب الرجاء وباب النصرة وباب الخلاص، ويقفل قدامهم ابواب الخطية والسقوط ليحميهم. الله قادر ان يفتح لك ابواب السماوات جميعها. هنذا أجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين إنهم يهود وليسوا يهود بل يكذبون، هنذا أصيرهم يأتون ويسجدون أمامك، بس أهم حاجة ويعرفون إني أنا أحببتك. محبة ربنا لينا هي أهم حاجة، هي فخرنا، هي انتصارنا. لأنك حفظت كلمة صبري سأحفظك في ساعة التجربة العتيدة أن تأتي لتجرب الساكنين على الأرض. ها أنا آتي سريعا، تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك. اللي هيغلب بقى هعمل فيه، هجعله عمود في هيكل إليه لا يعود يخرج إلى خارج. ولأنك أنت حفظت اسمي هكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي واسمي الجديد. أنت مش حفظت اسمه؟ هيديك اسمه الجديد. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنيسة. هكتب عليه اسم إلهي. المعنى أن احنا صرنا مخصصين لربنا ولخدمته وللشهادة والتسبيح اسمه القدوس. اسم مدينة إلهي بتعبر عن تحول الإنسان إلى إنسان سماوي، أخذت الجنسية السماوية. اسم الجديد، الله هيفتح لك المعرفة الجديدة، هتدوق حلاوة المسيح بعشرة جديدة. تكرار كلمة إلهي بيشير للصلح اللي حدث بيني وبين الله واللي صنعه المسيح بفدائه، وده كمان بيدل على المصالحة اللي حصلت فين كمان جوايا بين جسدي ونفسي وروحي، وراحت تحت قيادة المسيح. المسيح يقول إلهي هنا لأنه بعد تجسده واتحاده بجسد البشرية صار بيتكلم بلساننا. الكنيسة جسده يا جماعة، المسيح بلاهوته واحد مع الآب، ولكن بناسوته بيتحد معايا أنا ويقول إلهي. في أعظم من كده؟ عايز يتكلم عني، عايز يعلمني الصلاة الحقيقي، عايز يعلمني كل حاجة حقيقية. شايفين الكنيسة دي قد إيه جميلة؟ هي دي الترابط والتناسق الرائع بين سفر يشوع وبين الكنيسة رقم 6 والمحبة الأخوية، المصالحة اللي حصل بينا. بقى النهاردة نشوف إيه اللي حصل مع
مريمين العجايبي وإزاي هيقود حياتنا في الجزء ده. إحنا كنا وصلنا إن أنا كنت بركع وبصلي وبقول له من فضلك يا رب قلبي وجعني قوي على ولادك، قلبي وجعني قوي، من فضلك يا رب اعمل حاجة. فلقيت مريمين العجايبي بيجي في رؤية كأني موجودة جوه كنيسة مريمين العجايبي، ومريمين العجايبي راكع بيصلي جنبي بالظبط، يا رب أرجوك اعمل حاجة، يا رب قلبي وجعني على ولادك. بصيت لقيت مريمين راح قايم من مكانه وراح متقدم كأننا موجودين يعني قدامنا السياف اللي هو قطع راس مريمين زمان. بصيت لقيت مريمين قام وراح رايح عند السياف وراح حاطط راسه وراح جاي السياف وراح قاطع راسه. بعد كده لقيت الملاك اللي واقف جنب مريمين راح داخل ساحب من جوه مريمين القلب والكبد، راح حاطط لي قلب مريمين في ايدي اليمين والكبد بتاع مريمين في ايدي الشمال، والكبد والقلب عمالين بيخرج دم جامد جدا. فانا ببص للمنظر بصراحه ومذهوله، ببص في ايدي يعني على القلب والكبد، لقيتهم بيصرخوا بيقولولي روحي قولي لهم حطوا اعتبار وكرامه لمريمينا، يعني حطوا لي اعتبار وكرامه. ببص على الدم اللي بيخر كمان، الدم بيتكلم معاهم. المهم يعني انا برضو حبيت اروح ادور على، عارفين الكيس البوردو اللي هو اللون الاحمر الغامق اللي احنا بنحط فيه اجساد ورفات القديسين في الايقونات، فانا عايزه ادور على كيس احط فيه القلب والكبد. فجنبي واحد من الخدام فبقول له من فضلك امسك دول علشان كمان جسد مريمينا مرمي في الكنيسة واتقطع حتت. فرحت بسرعة على الصدر بتاع مريمينا وعايزة امسك الجثمان، فقال لي لا ما تمسكنيش لان انت معاكي القلب والكبد، يعني بما فيه معناه ان مش انت اللي تمسكي جسد مريمينا، ده ليه الناس الخاصين بيه اللي هما الكهنة وابائنا الكهنة. فروحي لقيت طبعا كل دم مريمينا اللي في الارض بيخر ده هو بيقول لي روحي قولي لهم حطوا لي اعتبار وكرامة. رجعت تاني عشان اخد القلب والكبد، لقيت برضو القلب والكبد والدم بيصرخوا بيقول روحي قولي لهم حطوا لي اعتبار وكرامة. بصراحة انا ما كدبتش خبر، انا طبعا رحت الكنيسة. عايزة اقول لكم انا كنت افكر اروح اخد الميكروفون من ايد ابونا واقول في الكنيسة يا جماعة مريمينا بيقول لكم كذا، لكن قلت لا خليكي اعقل من كده، روحي للاسقف، روحي للكهنة وقول لهم مريمينا بيقول لكم حطوا لي اعتبار وكرامة، وحكيت لهم الموضوع بمنتهى البساطة. الحقيقة الموضوع ده انا فهمت منه كذا حاجة. اولا دم مريمينا اللي نزل على ايدي حسيت انه بيعمل تقديس للايدين. تقديس الايدين ده يعني زي ايه؟ مثلا زي لما اشعيا النبي كان قدام ربنا فبيقول له انا نجس الشفتين، فراح في كروب من على المذبح طار واخد الجمره ومس بيها شفايف اشعيا النبي علشان يطهر او يقدس هذا الفم الكلمه طلعت. فانا حسيت ان هو طهر هذه الايدين بدم مريمينا اللي نزل على ايدي. الحاجة التانية اذا كان بيقول لنا في الكنيسة احتملوا لدرجة انك تبقى زي يا ساكر، احنا كده برضو فاهمين من الجزء التاني انا عايزة اقول ايه. فالنهاردة بيقول خلي الطاعة حتى الموت، ابذل نفسك في الخدمة خليك ذبيحة حية. فاكرين بقول الخدمة انك تكون ذبيحة، ذبيحة في وسط أسرتك، ذبيحة في وسط بيتك. فاكرين لما بيقول إن كل إنسان ليه أربع وجوه، لما بنقول إن وجه الإنسان إنك تكون إنسان في المجتمع، إنك تكون ذبيحة في وسط أسرتك وفي وسط خدمتك، أنت ما وصلتيش لسه للذبيحة، ما ذبحتيش يعني بمعنى أصح، وإن الإنسان يكون يكون زي الأسد مع نفسه ويكون زي النسر الطائر يطير بروحه لأعلى
السماوات عشان يتحد بالمسيح. فهو عايز يقول لي انت ما وصلتيش لدرجة انك تبقي ذبيحة. فبعد كده بشوية فقلت طيب انا كده تقريبا فهمت مريمينا عايز يقول لي ايه في الموضوع ده. يبقى بعد تقديس مريمينا للإيدين دي معناها انه بيقدس العمل، ان انا العمل بتاعي عمل غير كامل، فلازم اجتهد اكتر في الخدمة. ده انا يعني مثلا ايه فهمته تقريبا في الوقت ده. في الوقت ده كان جه طبعا زي ما بقول لكم الانبا ماركي كان يعتبر لسه جاي مش قديله مدة طويلة، يعني كده ما تروح لأسقف من اول ما بيجي هو ما يعرفناش خالص وتروح داخل عليه تقول له مريمينا بيقول لك. المهم مش هو ده برضو المشكلة، ما كانتش هنا خالص، بالعكس انا من جوه قلبي وجود الأسقف في باريس وبداية أبروشية جديدة ده عمل رائع. ده يعني بشكر ربنا وبشكر بابا تواضروس إن هما اهتموا باريس وبدأ في باريس يبقى فيه أبروشية. الحقيقة أنا كنت سعيدة يعني بالموضوع ده قوي. فقلت بس بقى ده مريمين هيقول لي يلا بقى ابدأي خدمة بنشاط أكتر وبعمل أكبر وكده. فوجئت إن مريمين راح جاييني وقال لي انا عايزك تسيبي الخدمه. هي دي بقى هنا كانت المفاجاه. ايوه مريمينا انا عايزك تسيبي الخدمه. قلت له حاضر. كان حصل مره قبل كده البابا كيرلس كان قال لي اتوقف شويه عن الخدمه لما كان قال لي ان الشيطان مزمع ان يغربلكم. حكيت لكم عليها صعب صعب صعب، وراح جاني وقال لي ان الشيطان مزمع ان يغربلكم. لما تكوني داخله على مقاومه الشيطان وقفي الخدمه شويه، يعني مش كل الخدمه لكن جزء من الخدمه، وابداي ركزي دماغك لانك داخله على مقاومه الشيطان. اول ما مريمينا قال لي كده قلت بس يبقى انا ممكن اكون داخله على حرب جديده. المهم لاني اتعودت مع البابا كيرلس بقى ان انا اطاوع، ومريمينا جاي دلوقتي وانا فهمت ان الطاعه لازم تكون لحد الذبيحه. انا قلت له فورا حاضر يا مريمينا، وزي ما بقول لكم اتعلمت ان الملائكه ينفذون مشيئه الله عند سماع صوت كلامه، فانا اتعلمت بقى فقلت له حاضر فورا. رحت الحقيقه لابائنا في الكنيسه قلت لهم من فضلكم أبونا أنا شفت مريمينا ومريمينا بيقولي إن أنا عايزني أوقف الخدمة. أبونا فاجأ كده وقال لي طيب بس إدينا فرصة نرتب الخدمة، وعلى كل حال إحنا ما نقدرش نقول لمريمينا حاجة، أنت عارفة السبب إيه؟ قلت له الحقيقة لأ لحد دلوقتي أنا ما أعرفش، بس أنا يعني أنا هنفذ. فراح قال لي على كل نسمع كلام مريمينا وفي نفس الوقت هتوقفي معايا بس إديني فرصة نرتب الأمور، وفي نفس الوقت مكانك موجود وارجعي للخدمة في أي وقت. الحقيقة ده بيوريكوا قد إيه الأباء بتوعنا جميل، وإن بجد يعني إجابته أنا كنت متخوفة منها في البداية، لكن عايزة أقول لكم بحس بقداسة أبائنا لما الواحد يعني ما يستاهلش بجد، ما نستاهلش نخدم في وسطيهم. المهم فعلا شوية بس عشان أقول أقدر أقول لكم عشان أقدر أوقف الخدمة دي أنا خدت حوالي سنة. فبصيت لقيت مريمينا راجع وبيقول لي اتأخرتي قوي، شدي حيلك شوية في توقيف الخدمة. قلت له حاضر يا مريمينا. رجعت لأبونا قال لي طب خلاص يعني مثلا إيه شوية بس تاني صغيرين هنكون رتبنا الخدمة. رتبنا الخدمة والكلام ده بصيت لقيت مفيش شهرين تاني بصيت لقيت مريمينا جه وكان على عيد الرسل وبيقول لي اتأخرتي قوي كفاية. قلت له حاضر يا مريمينا، وانا برضو لحد دلوقتي مش فاهمه ليه يعني. استأذنت ابونا فعلا ورحت بدات قلت له حاضر وقعدت. قلت له عايزني اعمل ايه مريمينا؟ قال لي عايزك تركزي قوي في الكتاب المقدس، ركزي قوي في التعليق، يعني انك تسترجعي اقري في الصلاه، صلي، اقعدي في البيت، ما تتحركيش كتير بره المكان، بره البيت ما تخرجيش للحاجات المهمه قوي. قلت له حاضر. رحت مره مثلا الكنيسه بعد كده فقابلت سيدنا فبقول له سيدنا في كذا 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 وفي بعض الخدام قالوا لي طب نعمل ايه في حاجه معينه، فرديت فرجعت فبصيت لقيت مريمينا بيقول لي من يضع يده على المحراث لا ينظر الى الوراء. انا مش قلت لك تسيب الخدمه؟ قلت له ما انا سبتها يا مريمينا. قال لي لا انتي لسه بتقولي في كذا وفي كذا وبتكلمي ده وبتكلمي ده.
انت لسه مش عارفة تخرجي من الخدمة وانك تفكري في اللي حواليك. فقلت له حاضر يا مريمينا. قال لي تاني: من يضع يده على المحراث لا ينظر الى الوراء. المهم بدأت اقعد، قلت له طب تحب اعمل ايه تاني يا مريمينا؟ قال لي رنمي. فبقول له بعد ما شاب يودوا الكتاب؟ قال لي اه. قلت له حاضر. بصراحة احنا عندنا مرنمين رائعين يعني على اليوتيوب، فقال لي عايزك ترنمي على الانترنت. قلت له حاضر. فعلا مع المرنمة الجميلة فيبي، وعلى فكرة ده مش اسمها، ده الاسم برضو اللي مسميه لها المسيح. ومع أستاذنا الجميل الأستاذ وصفي، وبدأنا نحط بعض الترانيم البسيطة على اليوتيوب زي ما انتوا شايفين. بس الحقيقة لقيت ماري مينا بيقول لي اطلبي طلب، فرحت عاملة الترنيمة اللي هي انت حبيبي اللي ليا عايزة منك هدية. سامحوني إذا كنت غيرت في بعض كلمات الترنيمة دي يعني للي كاتبها واللي قدموها، لأنهم كانوا رائعين. فرحت حاطة فيها طلب زي ما ماري مينا قال لي. لو سمعتوا الترنيمة هتفهموا إيه هو الطلب اللي أنا طلبته في الترنيمة دي. الحقيقة بعد الموضوع ده، وبعد ما طلبت الطلب ده، وبعد ما قلنا الترنيمة دي، أنا فوجئت بحاجة تانية خالص. لقيت مريمينا جاي و يعني في رؤية برضو تاني، لقيته واخدني عندي مكان زي قرب دير مريمينا اللي هو طبعا في مصر. وفي الصحراء دي كأن في مغارة، بس مش مغارة واحدة، كأن في مغارتين كده جنب بعض. هي مش مغارتين، أنا عايزة أقول قبرين، سامحوني كده، لان هما عباره زي مغارتين كده زي اللي مريمينا قاعد فيها. بس كل مغاره منها ليها باب، والباب ده مدور زي بحجر، زي الحجر اللي كان على قبر المسيح، عشان كده بقول قبرين. والحجرين دول كبار، علشان الحجرين دول هينزلوا يغطوا المغارتين دول او يغطوا القبرين دول. لقيت الحقيقه مريمينا ومعاه القديس ابانوب، وحوالين القبرين دول عمالين يلفوا ويجروا، بيجروا وبيلفوا، بيلفوا وبيجروا. الله، انا ببص لهم كده، الحقيقه انا مستعجبه من اللي هما بيعملوا. ويسامح المريمين على يعني على اللي انا قلته، بس عمالين يلفوا ويجروا، ويجروا ويلفوا، يلفوا ويجروا، ويجروا ويلفوا. فانا رحت ابص لهم كده، وبعدين رحت ابص لهم الاثنين كده، بقولهم ايه لعب العيال اللي انتوا بتعملوه ده؟ يلا اقفلوا لنا القبرين دول. ده ايه ده؟ انا بقول كده، يلا اقفلوا لنا القبرين دول. فراح مريمينا قال لي انت اللي هتقفليهم، وروحي بصي على أريحة. وانتهت الرؤية من هنا. علشان كده رحت بسرعة على أريحة، ولقيت الشعب اللي بيلف حوالين أريحة، وفهمت إنه بيقول لي أنت دلوقتي لازم تقفي قدام الأنا والذات وتسقطيهم. وهو ده إسقاط أسوار أريحة. الحقيقة بصيت كده وقعدت أفكر، طيب بص يا جماعة، أنا كان في حاجة قبل كده مهمة، ان الانسان بيسيب جسده سهله، الصوم والنسك شويه، وانا كنت بعمل الموضوع بمنتهى العقل على فكره ومع اب اعتراف. طب النفس، سيبي عواطفك، انت كل ما بتبعد عن حاجه كل ما انت بتسيبها تلقائيا. اقف قدام ذاتي ازاي؟ اقف قدام الانا ازاي؟ وهلف ازاي عشان تسقط اسوار أريحة اللي جوايا؟ وعشان كده فهمت قوي ان عشان هنا مريمينا قال لي بالتسبيح والترنيم هي دي الابواق اللي انت هترفعيها لاسقاط كل حصون العدو اللي جواكي، والشيطان اللي يعني
الخطايا اللي جوانا والعالم اللي جوانا والأنا بالذات. طب أنا هعملها إزاي؟ طب إزاي بقى أجيب ذاتي دي وأقعد ألف حواليها؟ وإزاي أقفل البيبان دي؟ طب هو ده السؤال اللي كان جوايا، وهروح أبص على أسوار أريحة. ولقيت مريمينة بعد كده رجع لي تاني وبيقول لي حاجة أعجب وأعجب وأعجب من اللي حصل، وده اللي هيدخلنا على الكنيسة اللي بعد كده، وهحكي لكم بقى عليها المرة الجاية. أسفة إذا كنت طولت عليكم النهاردة شوية، بس قلت أحاول إن أنا أوصل لآخر الكنيسة فيلادلفيا، وإزاي جوايا هعمل عملية إسقاط الذات أو إسقاط الأنا أو إسقاط كل بقايا الخطايا اللي موجودة جوه قلوبنا. اسمحوا لي أرفعك، أسبحك، أباركك، أشكرك يا إله العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك لأنك إلهي العظيم القدوس. قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والآتي. قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك، لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها، أمين. أشوفكم بنعمة ربنا المرة الجاية وكنيستنا الجديدة، أمين.